السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي يا حلوين، عاملين ايه؟ طب ماي بتقول لكم هاي اصحابي. على فكرة انا بكلم اصحابي الولاد النهاردة اكتر من اصحابي البنات، عشان انا معايا شخصية كل اصحابي الولاد بيحبوها. ايوه هي دي اصحابي، عارفين هي مين؟ الرجل الحديدي، ايرون مان. الله جميل قوي الرجل الحديدي اللي معانا، ونشوف هيعمل ايه. يلا بينا يا طماطماية، عادي هنا بقى عشان نطلعه لاصحابك. اصحابنا نطلعه. الله ده لونه حلو قوي، صح يا اصحابنا؟ شايفين حلو ازاي؟ حلو جدا، الله جميل خالص يا اصحابنا. طماطم عايزه تقف جنبه كده وعايزه ايه؟ تسلم عليه. طبعا كل شخصيه بتجيبها بتعرفنا عليها وبتسلم عليها بقى ايه، وبيضربوا صحوبيه مع بعض. ازيك؟ انت عامل ايه؟ وحشتني خالص يا ايرون مان، وانا كمان بحبك جدا يا طماطم. طبنا وجسمه كمان عامل ازاي؟ ومن هنا معمول كده بقى عشان ايه رجله كمان تتحرك. الله ورجله عامله ازاي؟ طماطمايه بقى عماله تقول ايه، انا عاوزه بقى اشوفه فوق يشتغل. يلا بينا يا اصحابنا نشوف هيشتغل ازاي. يلا ندور على مكان الحجاير. هو مكان الحجاير، حجاير موجودة معنا هي اصحابنا، ثلاث حجاير. نحط بقى كده ونبدأ نشغل. يلا بينا مستعدة يا طماطماية؟ الله شايفين يا اصحابنا ندور على مكان التشغيل اهو. يلا بينا بقى نعمل على الارض ونشغل. شايفين الليزر يا اصحابنا حلو قوي، يعمل الليزر ازرق من هنا ومن عينيه. يلا بقى تعالى هنا كده ورينا بقى طماطمية كمان، هتفضل جنبك انت تحميها بقى، ما انت خارق وقوي. الله يا اصحابنا شايفين ماشي الدبن بطماطمية. لا اقعدي هنا بقى يا طماطمية وشجعيه. شايفين يا اصحابنا رجلك بتعمل ازاي؟ بتمشي، رجله كبير قوي فيها برضه. ذهبي من هنا اهو، اكيد ده برضه حديد. ممكن كمان نعمل ايدي كده او كده. شايفين حلو ازاي اصحابنا؟ جميل جدا. عاملين نكره النار، سلمت النار. جميل اوي الاصوات اللي انت بتعملها دي، تحفه جدا. صحيح انت بتلفي يا مريم ليه؟ انا صديقتك، اوعى تضربني. لا انا تخافيش، انا مش هضربك، انا بوريك كل اللي بعمله. انا جاي النهارده عشان العب معاكي والعب مع اصحابي الحلوين. اصحابك الاولاد يحبوك قوي. Just
السر معانا جميلة ازاي؟ لو عجبتكم بقى يا اصحابي، علبة طماطم خالص عمالة تتنطط. انا عجبتكم يا اصحابي ولا ايه؟ لو عجبتكم بقى اكتبوا في الكومنت.